نحن الآن في موقع المسرحية الإسرائيلية، جنود الاحتلال ينتشرون في كل مكان. جثة الشهيد لا زالت ملقاة على الأرض منذ ساعات، ووضع بجانبها سكين خالي من الدماء، ما يؤكد إمكانية أن يكون ما يجري حاليا هو عبارة عن سيناريو إسرائيلي لتبرير قيام إسرائيل بقتل واغتيال الشهيد محمد قراقرة. الشاب محمد جاسر قراقرة البالغ من العمر 30 عاما استشهد برصاص الاحتلال بدعوى طعنه لجنديين إسرائيليين وإصابة أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح طفيفة بالقرب من مفترق مستوطنة شيلو شمال رام الله. الشهيد مرمي على الأرض، مشلحينه من كل أواعيه ومغطى في بطانية وملقى على الأرض، بس بجيبوا الناس يتعرفوا عليه، وجهه مليان دم والدم ناشف، يعني قد يكون استشهد من ساعات مش من الآن. جثمان الشهيد لا تزال حتى اللحظة محتجزة لدى سلطات الاحتلال التي أبقت على الجثة لعدة ساعات تحت أشعة الشمس واقتادت عدة شبان للتعرف عليها. الشاب مطخوخ في رأسه، جميعه دم، جميع وجهه دم، عينيه منفخات، في سكين جنبه غاد على الأرض موجودة، السكينة بدون دم. هذا قمة الكذب والافتراء، وهذه إسرائيل مش أول مرة بتعمل المواضيع هاي، ومش أول شهيد ولا أول فلسطيني بنطخ بالطريقة هاي. مع أن عرفت هوية الشهيد حتى سارع جنود الاحتلال بتطويق منزله، العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد في قرية سنجل شمال رام الله واستجوبوا عائلته. اقتحموا البيت وخوفوا الأهل وخوفوا خواتهم وعملهم بحققوا، بدهم يستجوب غصبا عنهم، بدهم يخلوهم يعترفوا على شيء ما ارتكب شيء يعني هو أصلا، وإن الشاب مسالم ما عمل شيء يعني، فبدهم يضغطوا عليه من يحكوا إنه عامل شيء يعني. ردود الفعل الإسرائيلية على عملية الطعن كانت تحريضية، فوزير الاقتصاد الإسرائيلي نافتالي بنت قال إن مصير كل من يحاول الاعتداء على اليهود سيكون القتل. أما وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرائيل فقد استغل عملية الطعن لمهاجمة الرئيس الفلسطيني وهنأ الجنود الذين أطلقوا النار وقتلوا الشاب الفلسطيني. من قرية سنجل شمال رام الله، نبال فرسخ، رؤيا.